مساءات مهندس زراعي. النهارده باذن الله هنتكلم ازاي نقدر نصنع سماد طبيعي ونستخدمه للنبات، يعتبر مقوي عام بالنسبه للنبات ومغذي بالنسبه للنبات. طيب السماد ده احنا هنصنعه من ايه؟ بصوا حضراتكم كده، من خميره فوريه اللي هي بنستخدمها في العيش، تمام؟ او خبيز العيش. والحاجة التانية عسل اسود. يبقى الخليط او السماد اللي احنا هنستخدمه او هنصنعه هو عبارة عن خليط من العسل الاسود وخميرة فورية. الخميرة الفورية موجودة في جميع المحلات، الكيس مش فاكر كده بجنيه او يعني مش اكتر من كده، والعسل الاسود مش هنحتاج كتير منه، موجود في كل مكان. والمية اللي احنا هنخلط بيها العسل الاسود مع الخميرة. طيب تعالوا قبل ما نبتدي نشوف طريقة التركيب ونعمل المحلول بتاعنا، نعرف ايه هي فوائد الخميره بالنسبه للنبات واضرارها ايه، وايه هي فوائد العسل الاسود بالنسبه للنبات، والنبات بيستخدم او فائدتها ايه بالنسبه للنبات، عشان خاطر مش كل حد يقول لنا حاجه يبقى نروح نعملها. لا، نعرف الاول ايه هي الفائده، والنبات بيمتصها ازاي وبيتغذى منها عن طريق ازاي وفوائدها ايه، نعرف لازم كل حاجه قبل ما نطلع نشرحها او قبل ما احنا نستخدمها. احنا قبل ما نشرح الحاجه بنجربها الاول بالنسبه للنباتات، تمام؟ الخميره الفورية زي ما حضراتكم عارفين، مستخلص الخميرة الفورية ده بيحتوي على مثبطات نمو. يعني ايه مثبطات نمو؟ يعني هرمونات نباتية طبيعية بيستخدمها مين؟ النبات. طيب برضو ايه هرمونات نباتية طبيعية؟ الهرمونات النباتية الطبيعية دي مسؤولة عن الجذور، بتعمل ايه للجذور؟ بتستخدم كنشاط للجذور، مقوي عام بالنسبة للجذور، بتعمل على تثبيت الجذور في التربة وتعمق الجذور. مادام عندي تعمق للجذور يبقى اذا هتزيد من الشعيرات الجذرية. مادام زادت الشعيرات الجذرية عندي في النبات، فايدتها ايه؟ ان هي هتزيد من نسبة امتصاص العناصر والاملاح اللي موجودة في التربة، هتزيد من نسبة امتصاص الماء والاملاح والعناصر الغذائية اللي موجودة في التربة. يبقى اذا ان هو يعتبر مقوي عام ومنشط عام بالنسبة للجذور. الحاجة الثانية، يعتبر مقوي، مستخلص الخميرة يعتبر مقوي عام بالنسبة للنمو الخضري، تمام؟ يعمل على تكوين الساق وبيديني ساق قوية، تكوين الأوراق وتكوين الأفرع على الساق وتكوين الأوراق على الأفرع. الحاجة الثالثة إن هو بيزيد من نسبة الإزهار، تمام؟ بيخلي النبات عندك يحصل على أكثر نسبة بالنسبة أكثر نسبة إزهار، تمام؟ بيزيد من نسبة الإزهار في النبات. الحاجة الرابعة إن هو بيزيد من إنتاجية الثمار، وبيعمل على أو بيكبر حجم الثمرة، تمام؟ يعني ما بتبقاش صغيرة كده، لأ، بتبقى ثمرة كبيرة. ده بالنسبة لمكونات الخميرة. طيب الخميرة دي بعد ما بتتخمر بينتج عنها كحول. الكحول ده وظيفته إيه؟ إن هو بيزيد من نسبة السكريات داخل الثمار، ما بيخليش الثمار غاضة أو مرة، لا، بيزيد من نسبة السكريات داخل الثمار، وده هيزيد من حجم الثمار. طيب ده بخصوص الخميرة. يبقى عرفنا فوائد الخميرة الفورية بالنسبة للنبات إيه؟ تعالوا نعرف فوائد العسل الأسود بالنسبة للنبات. كلنا عارفين إن العسل الأسود بيحتوي على مجموعة من العناصر زي إيه؟ زي الحديد والجلوكوز والفركتوز. طيب تعالوا نعرف النبات بيستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في العسل ازاي. بعد ما بنخلط العسل مع الخميره بيحصل عمليه تخمير. عمليه التخمير دي، تمام، بعد ما بتتخمر طبعا اكيد في بكتيريا في التخمير، بينتج عنها بكتيريا. البكتيريا دي اثناء عمليه التخمير بتكون هي المسؤوله عن عمليه التخمير، تمام؟ البكتيريا دي بتعمل عمليه تكسير للعناصر الغذائيه اللي موجوده داخل العسل، اللي هي ايه؟ اللي هي الحديد والفركتوز والجلوكوز، تمام؟ بتكسر البكتيريا، بتكسر هذه العناصر وبتحولها الى عناصر قابله للامتصاص، يستطيع النبات ان هو يمتصها بسهوله جدا. دي كل الفوائد عن الخميره البيره والعسل الاسود. يبقى زي ما قلنا بيزيد من انتشار الجذور، بيزيد من تنشيط الجذور، بيقوي النمو الخضري، وبيزيد من نسبه الازهار، وبيزيد من إنتاجية الثمار، وبيكبر حجم الثمار. تعالوا نعرف إزاي هنخلط محلول الخميرة مع العسل الأسود عشان خاطر، وهي المقادير المطلوبة عشان خاطر نقدر نستخدمه بطريقة صحيحة بالنسبة للنبات، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين بنجيب لتر مية، لتر من المية، الجزازة اللي عندي دي لتر واحد.
اللتر الواحد بيحتاج كيسين من الاكياس الخميره الفوريه، زي ما حضراتكم شايفين اكياس الخميره الفوريه دي 12 جرام، الكيس الواحد 12 جرام، يبقى اللتر الواحد عندنا بيحتاج كيسين من الخميره الفوريه، وبيحتاج 3 معالق من العسل الاسود. تعالوا نبتدي ونخلط المحلول بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين دي الميه، اللتر الميه طبعا احنا حاطينه ناقص علشان خاطر بعد ما هنخلط عشان ما يحصلش عندنا عمليه تخمر هنزود كميه الميه. تعالوا نضيف الخميره للميه اللي عندنا زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقه كده. ده الكيس الاول تمام، زي ما قلنا الخميره الفوريه موجوده في اي مكان، الكيس رخيص جدا جدا. وهنضيف الكيس الثاني لان احنا بنعمل لتر واحد، طب لو هنعمل لترين هنحتاج اربع اكياس، لو هنعمل نص لتر يبقى هنحتاج كيس واحد. تمام؟ دي المكونات زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقه كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنرج الجزازه اللي عندينا رجه كويسه بحيث نتاكد ان الخميره الفوريه حصل لها عمليه اذابه كامله في الماء. هنفضل نرج لحد ما نتاكد ان الخميره الفوريه حصل لها اذابه كامله، تمام؟ يعني مفيش اول ما نشوف فقاعات عندنا يبقى كده حصل اذابه بالنسبه للخميره الفوريه. طيب دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان احنا بنجيب 3 معالق من العسل. ماشي؟ طيب مش هينفع طبعا ان احنا نضيف العسل الاسود للجزازه مباشر كده باستخدام المعلقه، لا، احنا هنحط 3 معالق، جايبين كوبايه صغيره هنحط فيها 3 معالق وهنخلطها بشويه ميه علشان خاطر تقدر ان هي يحصل لها عمليه اذابه ونستطيع ان احنا نحطها في الجزازه بطريقه مباشره. دي المعلقه الثانيه ودي المعلقه الثالثه، تمام؟ هنجيب شويه ميه زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقه كده، هنخلط العسل الاسود في الميه. هنبتدي نضيفه لفين؟ في المحلول اللي احنا عاملينه في الخميره الفوريه بنفس الطريقه. زي ما حضراتكم شايفين وهنبتدي نرج مره ثانيه. هنبتدي نزود المية بتاعتنا. وهنقفل الجزازة. طيب هل هنستخدمها مباشر كده للنبات؟ لا. هنسيبها لمدة 24 ساعة لحد ما يحصل عملية التخمير. كل اللي احنا عايزينه ان الخميرة الفورية والعسل الاسود يحصل لهم عملية تخمير. بعد ما يحصل لهم عملية تخمير هنبتدي نسقي بيها النبات او نحطها مع مية الري، تمام؟ برضو في نقطة تانية نسينا نقولها، ان محلول الخميرة والعسل الاسود يعتبر او يقاوم النبات بالنسبة للامراض الحشرية والامراض الفطرية، يعني ما بيخليش اي حشرات تاجي، بيمنع الحشرات ان هي تصيب النباتات ويمنع الامراض الفطريه ان هي تصيب النباتات. دي كل شيء عن المحلول المغذي، وزي ما قلنا بنسيبه يتخمر لمده 24 ساعه، بعد كده بنبتدي ان احنا نضيفه للنبات. دي كل حاجه عن المحلول او السماد الطبيعي بتاعنا اللي هو خميره فوريه مع العسل الاسود. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم ونشوف نتيجه كويسه جدا من المحلول ده. فلو عجبك الفيديو حاول تعمل سبسكرايب للقناه، حاول تعمل مشاركه للفيديو، حاول تعمل اعجاب للفيديو وتسيب لنا تعليق صغير اسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.